السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، السيدات والسادة الحضور، يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال. كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وازدهار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم، دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل، تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح. واليوم في هذا العالم الذي يتسم بالمنافسة والتغيير المستمر، فإن أهمية هذه القيم قد تتضاعف أو قد تضاعفت، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة وتفجير طاقات الإبداع والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة والتنمية الصناعية المتطورة، كل هذه أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب.